بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 79. خالفوا الأنبياء فحلت بهم هذه العقوبات. أنتم إذا فعلتم مثلهم أصابكم ما أصابهم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة على يد موسى عليه السلام، أعطاه الله العصا آية معجزة تنقلب حية ثم تعود عصا، هذه معجزة. أعطاه الله العصا الذي يضرب به الحجر ينبجس منه الأنهار، حجر أصم يابس إذا ضربه انبجست منه الأنهار، وشربوا ورووا 12 عين في حجر، كل قبيلة لها مشرب، قد علم كل أناس مشربهم لئلا يتزاحموا. هذه آية من آيات الله معجزة. أنزل الله عليهم المن والسلوى وهم في التيه، ظلل عليهم الغمام من حر الشمس لئلا يصيبهم حر الشمس، لما لحق بهم عدوهم فرعون يريد إهلاكهم ووصلوا إلى البحر وصار البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، قالوا إنا لمدركون، فأمر الله موسى عليه السلام فضرب البحر بعصاه فانفلق وصار طرقا يابسة، ودخلوا حتى خرجوا من الجانب الآخر، فلما تكاملوا دخل فرعون وجنوده فأطبق الله عليهم البحر وأغرقهم. هذه من آيات الله، ومع هذا تمردوا على الله عز وجل وعصوا الله وحرفوا كلامه وسخروا من أنبيائه وكفروا برسله، فماذا حل بهم؟ أنتم إذا لم تستقيموا على دينكم وتتبعوا رسولكم سيحل بكم مثل ما حل ببني إسرائيل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. الذي لا يشكر نعمة الله يعاقب بسلب النعمة وحلول النقمة بدلها. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فشكر النعم واجب، ونحن أنعم الله علينا بنعمة عظيمة أجلها نعمة الإسلام وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم النعم. فإذا كفرنا هذه النعمة فليس بعدها إلا الانتقام والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. ومن يبدل نعمة الله، من يبدل عام، هذا ما هو بخاص، كل من بدل نعمة الله من الأولين والآخرين فإن الله يعاقبه بإزالة النعمة و إحلال النقمة عليه. فلا نظن إن هذه النعمة تدوم أو تبقى أو نغتر بها، بل علينا أن نقيدها بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن الله شديد العقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الدين، وأن يحمينا وإياكم من شرور الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على دينك، واهدنا صراطك المستقيم، وأصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة راحة لنا، اللهم اجعل الحياة اللهم اجعل الحياة مغنما لنا من كل خير، واجعل الممات راحة لنا من كل شر.
اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح شأنهم، اللهم أصلح شأنهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم اكفنا وإياهم شر الأعداء والمفسدين والطغاة الذين يصدون عن سبيلك ويضلون عبادك. اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم، إنك على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل المريض يجمع ويقصر الصلاة؟ نعم، المريض إذا احتاج إلى الجمع يجمع، أما القصر لا، القصر للمسافر، القصر إنما هو للمسافر، أما المريض الذي هو غير مسافر هذا يباح له الجمع إذا كان أرفق به. نعم. هل لطالب العلم أن ينقل فتوى العالم حتى إن كانت المسألة ليست بعينها، يعني تشبه المسألة التي أفتى بها العالم؟ الذي ليس عنده علم لا يتكلم في المسائل الشرعية، لا يتكلم فيها إلا أهل العلم، ولا يفتي إلا أهل العلم. وأما أنك تقول إن فلان أفتى بكذا، فربما تكون أنك لم تفهم كلام العالم. إن كانت الفتوى مكتوبة، إن كانت فتوى العالم مكتوبة في ورقة عليها ختمه أو في كتاب له عليه اسمه، فتقرأها على الشخص، تقول هذه فتوى فلان. أما النقل، النقل يخطي وتفهم خطأ، تجنب هذا الشيء. نعم. يقول: ما هي وسائل الثبات على المنهج الحق، وما نصيحتكم لنا في هذه الفتن؟ وسائل الثبات على المنهج الحق: أولا العلم النافع، تعلم علشان تعرف الحق وتعرف ما يخالف الحق، فلا بد من تعلم العلم النافع. ثانيا صدق النية، صدق النية مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون قصدك معرفة الحق والعمل به. ثالثا فعل ما أوجب الله وما أمر الله به، وترك ما حرم الله عز وجل. نعم. يقول: ما القول الراجح في مسح الوجه بعد الدعاء؟ مسألة فيها خلاف، وردت فيها أحاديث في مسح الوجه بعد الدعاء، لكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة. بعض العلماء يقول إنها يقوي بعضها بعضا، وبعض العلماء يقول لا، ما دامت ضعيفة فلا يؤخذ منها حكم شرعي. فالراجح أنه لا يمسح الوجه بعد الدعاء. نعم. يقول: ما معنى قوله تعالى: لا إكراه في الدين، لأن بعض الطوائف الضالة الكافرة يقولون لا إكراه في الدين بمعنى أن الإنسان لو ترك الصلاة أو الزكاة أو أي شيء من فرائض الإسلام
ليس عليه شيء لأنه لا إكراه في الدين. ليس معنى أنه يباح له ترك الصلاة ترك الزكاة، وما هو معنى لا إكراه في الدين؟ بعض العلماء يرى أن هذا كان في أول الأمر قبل أن يفرض الجهاد، فلما فرض الجهاد نسخت هذه الآية. وبعض العلماء يقول لا، الآية ليست منسوخة، ولكن معناها أن لا أحد يملك هداية القلوب، إن الذي يملك هداية القلوب هو الله جل وعلا. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معنى لا إكراه في الدين أن لا أحد يستطيع أنه يجبر الإنسان على قبول الحق في قلبه ودخول الإيمان في قلبه، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أنا شاب مقيم في بلد عربي كثر فيه من يدعون أنهم سلفيون من المشائخ، وأصبح طلبة العلم لدى هؤلاء المشائخ يطعنون بعضهم البعض، بحيث أن الشباب أصبح لا يعرف من أين يتلقى العلم الصحيح، فبماذا تنصحونهم؟ ننصحهم بأن يطلبوا العلم على العلماء، على العلماء المعروفين بعلمهم والمعروفين بدينهم وعقيدتهم الصحيحة، ويتركوا هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا الطعن والرد والتحقير وإيقاع العداوة بين طلبة العلم، هذا من الشيطان، وهؤلاء جهلة وليسوا طلبة علم، طلبة العلم لا يسلكون هذا المسلك. فعليكم أن تطلبوا العلم على أهل العلم وأهل البصيرة، وتتركوا هؤلاء ولا تلتفتوا إليهم. نعم. هناك شخص كان يوزع مطويات وأذكار داخل الحرم، فمنعته من ذلك وبينت له أن ذلك يفتح بابا للمبتدعة في توزيع بذعهم ومنشوراتهم، فهل فعلي صحيح؟ نعم، هذا صحيح أنك تنصحه وتقول هذا ممنوع، فإذا لم يمتثل تبلغ المسؤولين عن الحرم لأجل يمنعونها، هذا ممنوع، لا أحد يوزع في الحرم لا كتب ولا مطويات ولا شيء. فإن إذا نصحته امتنع فالحمد لله، إذا لم يمتنع بلغ المسؤولين عن شؤون الحرم، نعم، ليمنعوه. ما صفة طواف التطوع؟ كطواف النسك، طواف التطوع مثل طواف النسك، سبعة أشواط، تبدأ من الحجر وتنتهي بالحجر، سبعة أشواط كاملة، وبعدها تصلي ركعتي الطواف، وليس للطواف وقت معين، تطوف أي ساعة من ليل أو نهار، طواف مشروع في كل وقت من الليل ومن النهار. نعم. هل للعمرة طواف وداع؟ ليس للعمرة طواف وداع واجب، إنما هذا في الحج، طواف الوداع من واجبات الحج، أما العمرة فلا يجب لها طواف وداع، لكن من طاف لها من باب زيادة الخير شيء طيب، أما الوجوب لا، ما يجب عليه. نعم. يقول: طفت للعمرة وصليت ركعتين عند باب العمرة ولم أصلي خلف المقام، هل علي شيء؟ ركعتي الطواف تصلى في أي مكان من الحرم، إن أمكن عند المقام هذا أحسن، وإذا لم يمكن فتصليهما في أي مكان من الحرم، بالرواق، بالدور الأول، بالدور الثاني، في الساطح، صليها في بيتك في مكة، صليها في أي مكان من الحرم. نعم. هل هناك ركعتين بعد الإحرام؟ بعد الإحرام لا، وإنما اختلف العلماء هل يصلي ركعتين قبل الإحرام أو لا يصلي إلا إذا صادف وقت فريضة يحرم بعد الفريضة، وأما أنه يصلي للإحرام صلاة مستقلة فهذا لا دليل عليه. نعم. يقول:
عندما وصلنا الميقات طيبت بدني بالطيب، فأصاب بعضه الثياب، وذلك قبل أن أنوي الإحرام، هل علي شيء؟ لا، إذا طيبت بدني قبل الإحرام هذا سنة أنك تطيب قبل الإحرام، وإذا انتقل الطيب من جسمك إلى ملابس الإحرام مع العرق أو فلا حرج في ذلك، لأنك لم تتطيب بعد الإحرام، وإنما هذا قبل الإحرام، وكونه أصاب الثوب بعد الإحرام ما في بأس. نعم، إنما لو أنك أنت عمدت وجعلت الطيب على بدنك أو ثوبك بعد الإحرام هذا حرام لا يجوز. نعم. يقول: لقد اعتمرت عن نفسي وأريد أن أؤدي عمرة أخرى عن أم الميتة، هل يجوز ذلك ومن أين أحرم؟ نعم، يجوز تعتمر عن أمك الميتة، يجوز هذا سواء كان عمرة الإسلام أو عمرة تطوع، وتحرم من الحل. نعم. الرحيم. يقول السائل: من أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يؤديها عن والده الميت أو والدته فمن أين يحرم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. إن كان في مكة ويريد أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره فإنه لا بد أن يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى خارج الأميال، ويحرم بالعمرة ويأتي ويؤديها. نعم. يقول أو سائلة تقول: ما حكم البرقع والنقاب بأشكاله المختلفة؟ واجب على المرأة الحجاب، تستر جسمها وسائر بدنها، تستر وجهها وكفيها عند الخروج من بيتها، سواء سترته بالخمار أو بالبرقع الساتر الذي لا يظهر منه إلا فتحة العينين أو عين واحدة، أما أن تخرج شيء من وجهها فهذا لا يجوز، يعني بعض النساء تجعل غطاء لا يسترها، يعني تخرج شيئا من وجهها وإنما تستر بعضه فقط تخرج بعضه الآخر، هذا لا ليس بحجاب، حجاب ما يستر الوجه كله. نعم. يقول: ما معنى قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون؟ نعم، معناها واضح، أن الله يسلط الظلمة بعضهم على بعض عقوبة منه سبحانه وتعالى، فالظالم يبتلى بمن هو أظلم منه، سلط الله عليه من هو أظلم منه. نعم. تقول السائلة: جاء في الحديث بأن الله لعن النامصة، فهل تشقير الحاجبين وهو تغيير لونها بلون الجلد أو شيء من شعر الوجه يدخل في لعنة الله؟ نعم، هذا نوع من تغيير خلق الله، المسلمة تترك شعر حاجبيها كما خلقه الله، لا تتدخل فيه لا بقص ولا بنتف ولا بصبغ، بل تتركه على خلقته، وهو جمال خلقه الله جميلا، فلا تغيره وتتدخل فيه. نعم. يقول: عندي نخل وأسقيه من ماء الصرف الصحي، فهل ذلك جائز؟ هذا نجس، إذا كان نجس فيه رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها فهو نجس، ولا يجوز أن يسقى به الأشجار المثمرة، لا تسقى به الأشجار المثمرة التي يأكل الناس من ثمرها وهو يسقى بالنجاسة، هذا حرام. نعم. تقول السائلة: ما تزوجها ولها ابن لديه بيت غير البيت الذي توفي فيه الزوج،
فهل يجوز لها أن تذهب إلى بيت ابنها وتعيش وتقضي فترة الحداد في بيته؟ يجب عليها البقاء في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة، ولا تنتقل عنه إلا إذا كان هناك سبب يقتضي انتقالها، كأن يكون مستأجرا وانتهت مدة الهجرة، أو صاحبه يريد أن تخرج منه يحولها منه. أما إذا كان البيت للميت فإنها تبقى فيه إلى أن تكمل العدة. نعم. هل السيئات تضاعف في الحرم؟ تغلظ، مضاعفة للحسنات، والسيئات تغلظ عقوبتها ولا تضاعف، لا يضاعف عددها، فهي تغلظ عقوبتها فقط ولا يضاعف عددها، هذا في الحسنات. نعم. هل ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: من يشك أن الإمام أحمد في الجنة؟ لا أعرف هذا، ولكن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة، وأما المؤمن والعالم فنرجو له الجنة ولا نجزم إلا بدليل. نعم. في سعي العمرة تمتعا بالحج، بدأنا من الصفا وسعينا من الشوط الأول حتى الشوط السادس وقصرنا عنده ظنا منا أنه السابع، ولكن اتضح لنا أنه السادس وليس السابع، فقمنا بالسعي شوطا واحدا وقصرنا بعده، هل علينا شيء؟ نعم، ما دام أكملتم السعي الحمد لله، ويكون قصكم الأول خطأ عن جهل لا شيء فيه، ما دام قصيتم بعد السابع، بعد ما أكملتم السابع قصرتم من رؤوسكم قد أديتم النسك، والقص الأول غلط وخطأ ليس فيه شيء. نعم. هل يجوز تأجير عقار لمن كان ظاهره عدم الاستقامة، لأني أخاف أن يدخل جهاز الدش والتلفاز كما هو الواقع على الكثير من الناس؟ إذا أردت أن تتحرج من هذا اشترط على المستأجر، اشترط أن ما ينصب فيه الدش، فإذا نصبه فإنك تخرجه بناء على الشرط. نعم. يقول: في آخر أيام الحج عندما عزمنا على السفر وقمنا بجمع العفش وكان بجوارنا عفش آخر وأخذناه معنا، وعندما وصلنا إلى بلدنا وجدنا هذا العفش الذي ليس لنا، وهو عبارة عن 3 بطانيات وشنطة فيها أدوات امرأة وترابس ماء صغير، هل نذهب بها إلى الجمعية أو نتصدق بها عن صاحبها؟ إذا كنتم تعرفون صاحبها فلا بد من ردها إليه، أما إذا تعذر عليكم معرفة صاحبها فإنكم تتصدقون بها على نية أن الأجر لصاحبها. نعم. هل المرأة الحائض تدخل الحرم، وكيف تؤدي العمرة إذا طهرت من الحيض؟ المرأة الحائض تحرم من الميقات بالعمرة أو بالحج، لكنها تمتنع من دخول المسجد الحرام حتى تطهر من حيضها وتغتسل، ولا يجوز لها أن تدخل في المسجد الحرام وهي حائض، تبقى في سكنها إلى أن تنتهي حيضتها ثم تغتسل منها ثم تأتي وتؤدي العمرة. نعم. هل إذا خلعت المرأة الملابس التي أحرمت بها ولبست غيرها عليها شيء؟ لا شيء عليها، يجوز للمحرم أنه يغير ملابسه ملابس غيرها وأنه يغسلها ولا ليس عليه في ذلك شيء. نعم. كلفتني إحدى الحاجات من خارج المملكة بذبح فدي عنها في مكة وتوزيعها على الفقراء، وذلك لعدم مبيتها في منى أيام التشريق، واليوم ذهبت إلى الحراج وذبحت لها خروفا، ولكن بعد أن ذبحته أو ذبحه الجزار أمام عيني قائلا: بسم الله الله أكبر، وأنا قلت: اللهم هذه فدية أداء للأمانة التي كلفت بها، وبعد توزيع اللحم في أكياس للذهاب به إلى الفقراء
حدث الآتي: أن تهافت علي مجموعة من الوافدين وأخذوا اللحم وزعموا أنهم يقيمون في مكة، ولكن بعض الناس قالوا لي أن هؤلاء لا يحافظون على الصلاة، فما الحكم؟ وبقي 4 أكياس في الكرتون أحضرتها وعطيتها بعض اللاتي يتسولن حول الحرم، هل برئت ذمتي؟ نعم، هو الهدي الذي عن ترك واجب هدي الجبران هو لمساكين الحرم أو الطارئين عليه الوافدين إليه من الفقراء، كل من كان فقيرا وهو في الحرم سواء كان ساكنا في مكة أو كان آتيا إليها من بعيد، كلهم يستحقون لحم الهدي، وما داموا أخذوه وهم يظهر عليهم الفقر والحاجة هذا يكفي إن شاء الله. نعم. هل من السنة الدخول من باب السلام لمن جاء معتمرا؟ يدخل من أي الأبواب تيسر له، ولكن كونه يأتي من أعلى ومن قبل باب الكعبة ويدخل مع باب السلام أو الباب المقابل لباب الكعبة يكون هذا أفضل. نعم. سعيت حول الصفا والمروة 14 شوطا وكنت ناسيا، هل علي شيء؟ يكفي 7، والزيادة هذه لا حكم لها، هذه زيادة ليس لها حكم شرعي، يكفي 7 أشواط. نعم. تقول السائلة: نذرت إن رزقها الله وحملت أن تصوم عن كل شهر من أشهر الحمل يوم إلى أن تلد، ولكن من الشهر الأول مرضت ولم تستطع أن تصوم، وهي الآن في الشهر الثالث، فماذا عليها؟ عليها أنها تقضي اليوم الذي نذرته ولم تصمه عن تقضيه قضاء، وتطعم مسكين عن التأخير. نعم. هل الآلام التي تأتي للمرأة عند الحيض تكفر الذنوب وتؤجر إن صبرت؟ نعم، عليها أنها تقضي اليوم الذي نذرته من عن الشهر ولم تستطع، تقضيه وتكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين عن التأخير. نعم. تقول السائلة: هل على المرأة من حرج إذا لامست الرجل وهي تطوف حول الكعبة من غير قصد؟ لا حرج في ذلك، الشيء غير المقصود هذا لا يضر إن شاء الله. نعم، لا من الرجل ولا من المرأة، لأنه لم يقصده، وإنما هو شيء اضطر إليه ودفع إليه دفعا. نعم. هل الرجل حديث الزواج يوافق الزوجة على كل شيء حتى لو كان تبرجا، وهل من نصيحة لهؤلاء؟ الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء، فعليه أن يلزم زوجته بالأحكام الشرعية، ومنها الحجاب، يلزمها بذلك، يلزمها بالصلاة، يلزمها بالواجبات، وهو المسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو القيم عليها. نعم. ما حكم من لا يؤمن برؤية الله عز وجل في القيامة؟ إن كان مقلدا فهو ضال، وأما إن كان عالما بالأدلة، إن كان عالما بأدلة الرؤية وأنكرها فهو كافر، لأنه أنكر ما تواترت به الأدلة عن رسول الله في القرآن والسنة، فإذا كان يعلم الأدلة وأنكرها فهو كافر، ما إذا كان ما يعلم الأدلة وإنما قلد غيره فهذا خطأ وضلال. نعم. علي دين لأشخاص لا أعرف لهم عنوان ولا رقم هاتف، فماذا أفعل في هذا الدين؟ نعم. علي دين لأشخاص لا أعرف لهم عنوان ولا رقم هاتف، فماذا أفعل في هذا الدين؟ انتظر يأتونك، ما دام الدين لهم هم يجون يطلبون دينهم، انتظر، فإذا مضت مدة أيست من مجيئهم ولا تعلم عنهم شيئا ولا تعرف عنوانهم، فتصدق بهذا الدين عنهم تكون صدقة لهم. نعم. هل على المسلم القيام إذا شاهد جنازة محمولة تمر من أمامه؟
وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر شيء؟ نعم، وردت أحاديث القيام للجنازة، وردت أحاديث في عدم القيام. فمن العلماء من يقول إن القيام مستحب، ومنهم من يقول إنه منسوخ، إنه نسخ. وعلى كل حال إذا قام لا ينكر عليه، وإذا لم يقم لا ينكر عليه. نعم. ما هو الأصل في من يشهد؟ الأصل فيه الإسلام، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، حكمنا بإسلامه. فإن ظهر منه بعد ذلك ما يناقض الشهادتين حكمنا بردته، وإن لم يظهر منه شيء فالأصل أنه مسلم والحمد لله. نعم. يقول: هل هناك فرق بين موالاة الكفار وبين مداراتهم ببعض التنازلات دفعا لشرهم وحفظا لمصالح المسلمين؟ المدارات إذا كانت ضرورية فهي مشروعة. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره لا يؤاخذ. وكذلك إذا اضطر المسلمون إلى مداراة الكفار دفعا لشرهم، إلى مداراتهم دفعا لشرهم، فلا بأس بذلك بقدر الضرورة. نعم. طفل عمره 7 سنوات أحرم للعمرة ووضع الإحرام على رأسه. طفل عمره 7 سنوات. نعم. أحرم للعمرة ووضع الإحرام على رأسه، وقد أخبرناه ألا يفعل، فما الحكم؟ لا شيء عليه ما دام انه طفل وجاهل، ولما اخبرتوه ازال الغطاء من على راسه، لا شيء عليه. حتى الكبير اذا غطى راسه جاهلا او ناسيا ثم لما بين له ازاله ليس عليه شيء. نعم. ما حكم النغمات الموسيقيه التي تصدر من هواتف الجوال، وما حكم الذين يشوشون على المصلين بسبب هذه الهواتف؟ لا يجوز لهم هذا. والنغمات الموسيقية حرام، الموسيقى حرام، الموسيقى والمعازف حرام بإجماع أهل العلم، لأنها من آلات اللهو، ولا يتساهل بالشيء اليسير منها. وعلى من جاء إلى المسجد وإلى الصلاة أن يغلق الجوال ولا يشوش على نفسه وعلى المصلين. نعم. هل يلزم الذي يطوف تطوعا أن يطوف 7 أشواط؟ ما يصح له تطوع إلا إذا طاف 7. إذا طاف أقل من 7 ما يصح طوافه، مثل اللي صلي نافلة إذا ترك شيئا من أركانها لم تصح نافلة، فلا بد من إكمال العبادة ولو كانت نافلة. نعم. امرأة اعتمرت وطافت وسعت ونسيت التقصير قبل 3 أيام، ماذا عليها؟ تقصر، عليها أنها تقصر ولو بعد مدة. نعم. ما حكم التلفظ بالنية عند الصلاة؟ بدعة، لا يجوز التلفظ بالعبادة، لا الصلاة ولا الطواف ولا الصيام، لأن هذا بدعة ما ثبت، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن المعتبرين من أهل العلم أنهم يرون التلفظ بالنية. النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، النية محلها القلب، والله جل وعلا يعلم ما في القلوب ولو لم تتلفظ. نعم. ما حكم البسملة قبل البدء في فاتحة الكتاب؟ سنة البسملة في بدايات السور الفاتحة أو غيرها سنة، إلا براءة لا تبدأ ببسم الله، وما عداها من السور فالسنة أنها تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وهل يجهر بها في الصلاة الجهرية؟ لا، السنة أنه يسرها ولا يجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يجهرون إلا بالحمد لله رب العالمين. نعم. ما حكم العبث في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وفرقعة الأصابع والعبث بالغترة والشماغ، وهل ذلك مفسد للصلاة؟ العبث في الصلاة مكروه ومنقص للصلاة، فإن كثر، إذا كثر وتوالى فإنه يبطل الصلاة، أما اليسير منه
هذا يكره، ويجب على المسلم أن يخشع في صلاته ولا يتحرك إلا لحاجة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. ما معنى حياة البرزخ؟ قبر البرزخ المراد به القبر، والقبر يكون فيه حياة لكنها ما هي مثل الحياة في الدنيا، حياة من حياة الآخرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والشهداء أحياء، أحياء في قبورهم، والأنبياء أحياء في قبورهم، ولكنها حياة برزخية، حياة من حياة الآخرة لا نعلمها ولا نعلم كيفيتها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترد السائل ولو جاءك على ولو جاءكم على فرس؟ نعم، ورد في هذا أثر: لا يرد السائل ولو جاء على فرس، يعني له حق. الله جل وعلا يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. السائل له حق لأن يعطى على سؤاله، وإلا يدفع بالكلام الطيب، كلام اللين، ولا ينهر ويزجر، إلا إذا علم أنه ليس محتاجا وإنما يسأل من غير حاجة، هذا ينكر عليه ويمنع. أما السائل اللي ما ندري عنه، هذا إن كان معنا شيء أعطيناه، وإلا دفعناه بالتي هي أحسن، طيبنا خاطره بالكلام الطيب. نعم. يقول: أنا طالب بالكلية الصحية، وإذا تخرجت سوف أعمل في المستشفى إن شاء الله، ما حكم راتبي؟ وكما تعلمون أن هناك اختلاط في المستشفيات. المستشفيات من ضرورات المسلمين، والعلاج فيها يضطر إليه المسلمون، فإذا عملت فيها وأخلصت النية لله تؤجر على هذا لأنك تنفع المسلمين. وأما الاختلاط فعليك أن تتجنبه، وأن تعمل في قسم الرجال، تعمل في قسم الرجال ولا تعمل في قسم النساء. نعم. تقول السائلة: كانت محرمة وقد أخذت من شعرها أثناء تطهرها علما بأنها كانت حائض وهي ناسية، هل عليها شيء؟ لا، إذا كانت ناسية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الناسية ليس عليها شيء. نعم. يقول: أنا مقيم في مكة وزرت بلاد الحبشة، وبعد عودتي نويت العمرة، لكن تعذر لي أخذ الإحرام من الطائرة وأحرمت بلباس العادي، فماذا يلزمني؟ نعم، إذا كان ما معك ملابس إحرام وأحرمت بملابسك فلا بأس بذلك للحاجة والضرورة، لكن تخفف المخيطات، تكشف رأسك، تجعل السراويل على أسفل بدنك، تلبس السروال وتطرح الثوب على أعلى بدنك، ما تلبسه تدخل يديك في أكمامك، وإنما تخلعه وتلف نفسك به لفا. نعم. إلى أن تجد تنزل من الطائرة وتجد إحرام، تخلع السروال وتلبس بدله الإزار. نعم. هل يشترط الوضوء لطواف الطفل غير المميز أم يكفي الطهارة من النجاسة؟ الطفل ليس له الذي دون التمييز ليس له طهارة، لأنه ليس له نية، والوضوء إنما يصح بالنية، فيطاف به ولو لم يتطهر. نعم. يقول: من كان من أهل القنفذة ثم توجه إلى الطائف ثم إلى المدينة المنورة، وعندما أراد أن يأتي إلى مكة أحرم من ذو الحليفة ليؤدي العمرة، هل فعله صحيح؟ نعم، فعله صحيح، وهذا هو الصواب الحمد لله، إنه يحرم من ذو الحليفة، من ميقات المدينة، لأنه جاي من المدينة فيأخذ حكم أهل المدينة. نعم. تقول السائلة: أجرت عملية في عينيها وأمر الطبيب بعدم الالتفات، فصلت إلى غير القبلة في المستشفى، وسألت ابنها فقال لها القبلة صحيحة وهو يكذب، فما الحكم؟
قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كانت ما تستطيع استقبال القبلة فإنها تصلي إلى الجهة التي تسهل عليها ولو كانت إلى غير القبلة. قال تعالى ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول هل بعد التكبيرة الرابعة قبل التسليم في صلاة الجنازة ورد شيء من الدعاء؟ قبل؟ نعم. أو بعد؟ هل بعد التكبيرة الرابعة؟ أي نعم. لا، ليس بعدها دعاء، ما بعدها إلا السلام. نعم. يقول سماحة الشيخ ذكرتم في مجمل كلامكم أن الإسلام عقائد، فهل هناك أكثر من عقيدة في الإسلام؟ عقيدة واحدة، عقيدة التوحيد. الإسلام عقيدة واحدة، هي عقيدة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله والعمل بها واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول لي أختين من الرضاع لم أستطع أن أزورهم منذ 12 عاما والآن وفقني الله لزيارتهن وطلبت السماح منهن، فهل علي شيء؟ إذا كنت في مدة غيابك عنهن معذورا فليس عليك شيء، وإذا كنت لست معذورا وإنما أنت متساهل عليك الاستغفار والتوبة وطلب المسامحة منهن. نعم. هل يجوز أن يقال لشخص بعينه لا يصلي أنت لست مسلما؟ نعم، قالوا له لست مسلما حتى تصلي. من فعل الكفر فهو كافر، من فعل الكفر فهو كافر بعينه وشخصه. نعم. مسافر صلى مع مقيم وهو لم يعلم أنه لم يجب عليه الإتمام، فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟ إذا كان قصر خلف المقيم فعليه إعادة الصلاة، لأن من صلى خلف المقيم فإنه يأخذ حكمه يتابعه ويكمل الصلاة معه. قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بال المسافر يتم خلف المقيم، قال تلك السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.